بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، حياكم الله أعزائي المشاهدين في برنامجكم من وحي القرآن. وحديثي معكم هو عن التلاوة في القرآن الكريم. التلاوة في القرآن تأتي بمعان، ليس على معنى واحد. والمقصود بالتلاوة لقراءة القرآن أن الإنسان يبين الحروف ومخارج الحروف وهكذا. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي يبينونه ويقومون بالعمل به، وكذلك يخرجونه قدر استطاعتهم كما يحب الله عز وجل منهم ذلك. والقرآن لا شك أنه هو أفضل الكتب السماوية، وهو معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإنسان مع القرآن رفعه الله في الدنيا والآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لذلك اجعلونا الآن نعيش مع معنى التلاوة في القرآن الكريم. تأتي التلاوة بمعنى القراءة، قال الله عز وجل: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، يعني اقرؤوها. فهذا دليل على أن التلاوة هنا بمعنى القراءة. تأتي أيضا التلاوة بمعنى آخر، تأتي بمعنى الاتباع. قال الله عز وجل: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. تلاها يعني تبعها، أن القمر يتبع الشمس، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. القمر يخرج بوضوحه في الليل، فهذا دليل على أن التلاوة بمعنى الاتباع هنا. تلاها أي تبعها. وكذلك تأتي التلاوة بمعنى العمل، يطلق على التلاوة بمعنى العمل. قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي يعملون به. وهذا هو أعظم مقصد في القرآن، هو العمل بما في القرآن. الله عز وجل أنزل القرآن لتلاوته، وهو المقصود أي العمل به. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فهذا هو الأصل، وإلا ما فائدة أن الإنسان يقرأ القرآن ولا يعمل به؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن حجة لك أو حجة عليك، شاهد لك أو شاهد عليك. فنسأل الله أن يكون القرآن شاهدا لنا لا علينا، وحجة لنا لا علينا. أهم شيء هو العمل بما في القرآن. وكذلك تأتي التلاوة بمعنى الرواية. قال الله عز وجل في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي ما تروي عليهم وتملي عليهم الشياطين. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فهذا دليل على أن التلاوة اختلفت عن باقي المعاني السابقة، فهنا بمعنى هي الرواية. دعونا أعزائي المشاهدين نأخذ هذا الفاصل ثم نواصل. حياكم الله أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، ونواصل الحديث عن التلاوة في القرآن الكريم. وكما أوضحنا أنها تأتي بمعان، تأتي بمعنى القول، وتأتي بمعنى القراءة والعمل والرواية. كذلك تأتي التلاوة بمعنى الإنزال، قال الله عز وجل:
نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. نتلو عليك أي ننزل عليك من هذه القصص من قصة موسى وفرعون. فهذه معاني التلاوة حتى لا يشكل على الإنسان حين يقرأ بعض هذه المعاني في القرآن ويظن على أنها نسق واحد، لا، تتفاوت بحسب المعاني، حسب السياق، وهكذا حتى نعرف مراد الله سبحانه وتعالى في بعض الألفاظ التي أنزلها في القرآن. فالكلمة الواحدة أحيانا تحمل أكثر من معنى، وهذا وارد في اللغة العربية، حتى أن الكلمة الواحدة أحيانا لها أكثر من 20 معنى في اللغة العربية وهكذا. فهنا أيضا في القرآن التلاوة أهم شيء أن الإنسان يعمل بما في القرآن، العمل بما في القرآن حتى يكون القرآن حجة لنا لا علينا. الله سبحانه وتعالى قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. هذا دليل على أن القرآن نعمل به ونخشع فيه ونتدبر آياته. لذلك الله قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي متدبر. وقال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. من أراد الثبات والهدى والنور والبركة عليه بتلاوة كتاب ربه سبحانه وتعالى، أي قراءة القرآن والتدبر والعمل بما فيه، ففيه البركة بإذن الله تعالى لتاليه والعامل بما فيه. قال الله عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. هذا أهم شيء، الاتباع. فالقرآن يثبتك على الحق وعلى دين الله عز وجل. لا تفارق القرآن، لا تهجر القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال الله عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الله عز وجل أنزل القرآن لأجل سعادة الناس وهداية الناس وشفاء الناس. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. كل ما تريد من الخير هو في القرآن. قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وسماه الله عز وجل نورا وهكذا. وقال الله عز وجل لنبيه: وما كنت تتلو من قرآن. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يقرأ القرآن وأن يسمعه من غيره. بعض الناس ربما لا يستطيع أن يقرأ، استمع إلى القرآن لك مثل أجر القارئ بإذن الله تعالى، وهذا ما قاله بعض العلماء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: قلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت سورة النساء حتى بلغت قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال: حسبك الآن، يقول ابن مسعود، فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. بكى صلى الله عليه وسلم حين استمع إلى القرآن. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يقرأ، وكان يتلو القرآن مع جبريل عليه السلام ويستعجل يريد أن يثبته، لكن الله تعهد له أن يحفظه في قلبه. فلا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا وينفعنا بالقرآن العظيم. وبهذا أعزائي المشاهدين عرفنا معاني التلاوة في القرآن، فأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وقد أتينا على ختام حلقتنا، في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.